القمر طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمر طلعت يا ليلى والمشي زيانات، ابغيت نسافر الليلة كثرت اخمامي، ابغيت نسافر الليلة كثرت اخمامي، القمر طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمر طلعت يا ليلى والمشي زيانات، ابغيت نسافر الليلة كثرت القمر طلعت يا ليلى والمشي زيانات، القمر طلعت يا ليلى والمشي زيانات، ابغيت نسافر الليلة كثرت اخمامي، ابغيت نسافر الليلة كثرت. اهلين وسهلين ومرحبا وكيف الحال، اش كتعاودوا هانيين كيدايرين مع الصحيحه؟ نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيدير الجو كيدايرين نتوما؟ المهم غنخرجكم معايا اليوم، نهار جديد، فلوق جديد كالعاده، غتخرجوا معايا، غتمشيو معايا تسهراو، غنشوف غنمشي للميركادونا، خاصني شي تخربيق وشي حوايج. شوفوا هنا حيت هي كالعاده الصاك والسبرديله، خاصني شي تخربيقات، وغادي نشوف شنو كاينه تمايا الدنيا كيفاش وشنو كاين تما وغنقول لكم. المهم غنديكم معايا، نتمنىكم تكونوا جميعا في افضل الاحوال، لا البنات ولا الولاد ولا العوائل ولا العيالات كبار ولا الصغار، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير. المهم غنمشي غنديكم معايا الميركادونا، تشوفوا معايا تما اش كاين اش داكشي تم، وانا معاكم. كما كتشوفوا انا باقه راه هو السنتر اللي فيه انا، وها انا غدا دابا غنوريكم فين انا. بارك اللي حدايا، شوف تما جايبين داك الماتيريال ديال لونطريمون، جايبينو جديد باقي بالبلاستيكه ديالو، كان ما غنمشي تندشنا انا الاولى، عاد دايرين لي جوا ديال الدراري الصغار وداكشي. ايوا وغادي ديزا من هنا، شو الناس كتشمش بحال في البحر، بارك زوين صراحه ونقي، يجيو يجلسوا فيه. بلاصه الكلابيه هذه فين داير لهم كراسه، وهذا وريت عليكم سبق لي وريت عليكم في الفيديو. مهم كما كتشوفوا غنديكم معايا، وملي نوصل احنا مع بعضياتنا نوريكم شنو كاين تما وشنو الجديد وشنو هذا. حتى هو سونتر اخر كما شفتوه ديال الدراري الصغار، حتى واحد السونتر ديالنا، حتى حنا عندنا كاينين معنا الدراري الصغار ولكن ماشي بزاف. المهم خليكم معايا، تبعوا معايا الفيديو ديال الاخير حتى الان. هنا وصلت، ايوا غندخلوا دابا، هي اللي حدانا هنايا في نفس الشارع اللي فيه هنايا، راه قريبه ليا، غندخلكم معايا. ايوا تمشيو ضربوا معايا دويره في ميركادونا، هي فيها شي حوايج اللي هما زوينين، انتم غتشوفوا معايا كلشي وخليكم معايا. فيها حتى هي شي تخربيقات داكشي ما نقولش لكم، احنا غنشوف. ها انا ايوا نهبطو، هي جات لتحت، نهبطو نشوفو ماذا هناك. خليكم معايا حتى نوصل ونهبط لتحت ونوريكم اش كاين. Oh,
خديت غير اللقطات كيما كيقولوا. انا غادا خارجه دابا عرفتي الدنيا شويه فيها العموريه وشي حدا شي وما غتلقايش ما يمكنش لك تصوري الناس حداك بطبيعه الحال. كلشي على الخبز ديال القمح، لقيت الخبز ديال القمح وانا نهزه بلديه خبزانيت وانا نهزه. كيما كتشوفوا انتم الدنيا عامره، كلشي خارج، واخا اليوم الجمعه بعدا راه الدنيا فيها كاين ناس خارجين الناس. ايوا اش كتعاودوا اش غنقول، خديت واحد الماسك ديال الكيراتين قالت لي واحد الاخت، ضربني البرد ديما كندوش وكنخرج. قالت لي واحد الاخت قالت لي راه زوين وكاين في ميركادونا حيت انا شعري ناشف. ايوا مشيت خديته، خديت شي تخربيق اخر، خديت ديك الباندا ديال الشعر الغليظه راكم عارفينها، خديت الخبز، خديت داكشي اللي خاصني بعدا، داكشي ديال الدار راكم عارفينه. صافي هانا غادا دابا غنوريكم غنكملها فين وفين غنمشي. غنمشي للعد حافي، ومن هذا المنبر كنحيي ام ريم صديقه ديالي اللي في بلجيكا اللي صيفطت ليا، قالت لي المهم كانت شي حاجه بيناتنا وقالت لي هذاك الشيء اللي زايد غتاخديه بارفان ليك. وفعلا مشيت خديتها، خديت البارفان ب10 اورو غزال وزوين، خديته وشكرا لك يا ام ريم من هنا لبلجيكا صديقه الوفيه. صيفطت لي قالت لي ضروري تاخدي بارفان على حسابي، ما حدايش انتيا باش غادي ناخذها لك كادو، المهم غتمشي تاخديها. وهذاك الشيء اللي كاين مشيت خديتها، خديتها غزاله. كلشي كيقول لك لي بارفان هنا زوينين، وبصح انا غادا عند حفيظ راه جالس هنا في البارك. يلا دخلت جبت ليه عواسير نيت وخديت كيكه. كيكه هنا كتباع مقاده مصايبه ما قال طيبي هي كانت قالت لي خدي ايفيدونس، ايفيدونس عندي تنهبطوا هذا ايفيدونس عندي ما خديتهاش، خديت واحد البارفان غزال عرفتي. دابا غادا مع درتها في يدي غدا وكنشم يدي غدا وكنشم في يدي فنه. ايوا كنحيي كاع صديقاتي من هاد المنبر وكاع مجموعه صفيه كامله، كنموت عليكم والله يسهل عليكم كاملات صراحه. صحابات مجدات الله يعمر لهم الدار كاملات، كلهم عندهم وليداتهم عائلاتهم. شنقول لكم سخفت انا رزت شويه وانا نسخف، هادي ما تما كاين لا رياضه لا والو، داروا لنا كونفيرمو ما بقيناش كنخرجوا بزاف، ولات اختكم عاطيه على الرقاد. راهو حفيظ فين جالس؟ جالس هو وشي دراري مغاربه. ايوا واش غنقول لكم، الجو اليوم بارد ما سخون، قلت لكم تانا عفوا با ماشي بارد، ما كاينش البرد، راه كلشي هنا الشورطات. الجو اليوم معتاد سبحان الله، هذا الجو ديال هنا بحال ديال الداخل تماما. شوفوا الباب باغاء شنو داير، هاد البلاصه معمرها الباب باغاء صراحه منظر واعر. هي مع الشوم مع ديك النخله خضراء، نقرب حداهم باش يبان لكم مزيان. النخله خضراء ما كيبانوش مزيان، هاد الجريده كنجي ليها كنبغي نسمع غير اصوات العصافير. صافي شوفوا الباب باغاء اش داير كيلعب، معمرينا غير بالببغاء لاحظوا. غزالة الدنيا هنا، شو هذا فين معلق، شو يمشي لهم الكلب طارو كاملين هربهم. الدنيا هنا كامله فيها غير الببغاء، كنجي هنا والله الا كنبغي كنبقى غير نسمع الصوت ديالهم. صافي ها نتوما شوفوا اش دايرين حنا، انا جالسه في الطبيعه شو كيدير رجلي، جالسه في الطبيعه. جبت العصير الحفيض وكيكه حيت ما دارش الكوتي،
انا خديت ليا هذه مالحه راكم عارفينها، ما بغيتش كيكه. ايه وحنا جالسين في الطبيعه، شوف التفريشه كي دايرين، مفرشين في الطبيعه يا سلام، الدنيا زوينه. نقول لكم شنو خديت، ناسي نوريكم شنو خديت من ميركادونا. خديت هاد الماسك حيت شعري قلت لكم ولا كرد، خديت هادي ديال الشعر الباندا، خديت الريسيل ما عنديش، ما عقلتوش لك توريتكم الماكياج، ما خديت هذا فيه الفوليوم، وهذا رقيق، هذا رق من هذا غليظ. ميركادونا كدير سولد. خديت هاد العكاير، ديما انا كندير نيميرو 1، عزيز عليا عندك الكرونه والغوز، عزيز عليا الغوز انديان والحمر. خديت هادي ديال الفاراجو، راك شتوني كنت وريتكم فاراجو ما عنديش الشيته ديالو، خديتها غير باورو شي حاجه. و خديت البارفان، هاد الشني ولا دايره 10 اورو ولكن قاصحه حيت كنبغي قاصحه. خديت اكاجو ضروري انا بالليل، ما نهرمش، نوريكم ثاني الشوكولات ضروري ما نشكلط ولا بد شو الميكاب قاص خاويه، فيما نمشي خاصني نجيب معايا الشوكولات وسميتو ولا بد منه. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي خديت، داكشي راه رخيص ماشي شي حاجه، ما حتى حاجه ما غاليه. بيني وبينكم ميركادونا ارخص حاجه في هاد التخربيق كتجيني انايا. وها انا كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم داكشي اللي شريته وداكشي اللي خديته. وانا فيما كنجلس شي بلاصه بحال الله يقصدوني الكلاب ولا الحمام ديما كنعطيه الخبز، داكشي علاش كيجي ديما سبحان الله العظيم حدايا. كنتمنى ديال اليوم الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوشني ما تنساونيش باللايكات ديالكم، وحتى ديك الديزلايك حتى هي زوينه، والناس اللي كتحط تعليق سلبيه او ايجابيه كلهم زوينين. كنقول لكم اللي كيحط شي حاجه خايبه ما كنخسر عليها والو، غير كنكمل مشاكل لوحه في البوبيل كتمسح، داكشي اللي بقيتي كتكتب فيا راه كنحيدو كالعاده. كنقول لكم دائما متالقين، والله يسهل عليكم كاملين، ونتمنى لكم الخير ونتمنى لكم السعاده والله يسهل عليكم. موعدنا ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. باي باي عليكم.